نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من الأشياء الرئيسية من شروط لا إله إلا الله اليقين، لابد أن يتحلى المسلم باليقين، يكون عنده يقين بالله سبحانه وتعالى بنصرة هذا الدين، وأن العاقبة للمتقين، وأن الإسلام هو الدين الحق، وأن المؤمن يظهر في النهاية وهو ظاهر بحجته دائما. يقول عليه الصلاة والسلام: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين. صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، وهلاك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل. صلح الأولون ليس بالمال ولا بالقبيلة ولا بالعدد والعتاد، يقول عليه الصلاة والسلام: بالزهد واليقين. الزهد ترك ما لا نفع فيه، شيء ما فيه نفع يتركه الإنسان، يكتفي بالكفاف الذي يبلغه الهدف. واليقين، يكون عنده يقين بالله سبحانه وتعالى. من القصص التي ذكر الله سبحانه وتعالى لترسيخ هذا المفهوم، مفهوم اليقين، في سورة المائدة يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. موسى عليه الصلاة والسلام مر بمحطات كثيرة مع قومه بني إسرائيل، هذا غير مع عدوه فرعون، هذا مع قومه، عانى وعالج الأمور كثيرة مع بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام. يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، أي نعمة؟ إذ جعل فيكم أنبياء. كانت الأنبياء في بني إسرائيل تترى، يموت نبي بعد نبي، يموت نبي بعد نبي، بل أحيانا يكون في أكثر من نبي بنفس الوقت، موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، موسى والخضر، ويوشع، داود وسليمان، يحيى وزكريا، إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أكثر من نبي يكون في نفس الوقت. طبعا بني إسرائيل هو بعد يعقوب ويوسف عليهما الصلاة والسلام. وهذه نعمة طبعا أن يكون في هذا الجيل أو هذه القبيلة أو هذا القوم يكون فيهم أنبياء، هذا أمر عظيم، شرف. طبعا الشرف الحقيقة لما تتبع هؤلاء الأنبياء. جعل فيكم أنبياء، ثم قال الله سبحانه وتعالى: وجعلكم ملوكا. يقول هنا بعض المفسرين المقصود جعلكم ملوكا يعني تملكون أمر أنفسكم بعد أن كنتم مستعبدين عند فرعون، كان يستعبدهم فرعون، يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم، كانوا في ذل ومهانة، فنجاهم الله من فرعون وأغرق الله سبحانه وتعالى فرعون أمام عيونهم، فصاروا ملوكا أحرارا. نعمة عظيمة. نذكر أن واحد أسأل ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، يعني إحنا من فقراء المهاجرين، قال: ما عندك زوجة؟ أي عندك بيت؟ أي قال: أنت غني، شنو أنت من فقراء المهاجرين؟ أنت غني. كان يقول: بعد عندي خادم. قال: أنت ملك، بيت وزوجة وخادم، أنت ملك. وجعلكم ملوكا من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عند وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. شوفوا شلون الشرع يبين لك اللي هو الحرية الحقيقية أو الملك الحقيقي. أنت عندك أهلك عايش بينهم وانت آمن،
تقوم الصبح تصل تمشي للمسجد صلاة الفجر صلاة العشاء تروح المدرسة وتودي عيالك ترجعون تروح الجمعية الخبز سهالات والعيش والبانزي الحمد لله. فكأنه حيزت له الدنيا معافا في جسدي والعافية والأمن في الوطن والأهل. لابد أن الإنسان يتفكر بنعم الله سبحانه وتعالى عليه. وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، كما قال الله سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم، يا بني إسرائيل يقول الله سبحانه وتعالى وأني فضلتكم على العالمين على عالم زمانهم أفضل الشعوب، طبعا قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن بأمة محمد صارت أمة محمد أفضل الشعوب أفضل من بني إسرائيل. وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين، هذه مقدمة موسى عليه الصلاة والسلام قالها لقومه. ليش؟ عشان يشجعهم على الأمر القادم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. بعد أن خرجوا من مصر ونجاهم الله سبحانه وتعالى من فرعون وقومه اتجهوا إلى الأرض المقدسة فلسطين. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، هذه بشرة موسى عليه الصلاة والسلام أعطاهم البشرة، ادخلوا صح فيها قوم متجبرون وطغاة وكفار، لكن ادخلوا كتب الله لكم، هذه بشارة بالنصر والفتح. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، تخسرون الدنيا والدين. أنت تدخل هذه الأرض المقدسة المباركة تكون رابح أنت في الدنيا وفي الدين، عندك يكون بيت المقدس. ماذا ردوا؟ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. كعادتهم سوء الأدب مع موسى عليه الصلاة والسلام، بل أساء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. إن الله فقير ونحن أغنياء، شوف شو ماذا قال اليهود. طبعا ليس الكل، لأن في منهم من آمن وأتباع موسى يعني كثر من الذين آمنوا، ولكن كثير منهم كفر وآذى موسى عليه الصلاة والسلام. شوف شو الرد القبيح، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. طيب يعني نبي أسلحة، نبي نتدرب، نبي وقت، نبي تهيئة، نبي خطط، مع أن كل الكلام هذا مو مقبول لأن الله سبحانه وتعالى أمرهم بالدخول. وإنا لن ندخلها، شوفوا التكبر وسوء الأدب مع نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، حتى يخرجوا منها. طيب يعني أرادوا أن يعني يزيلوا قضية الجهاد، جهاد كان موجودا في السابق عند بعض الأمم، كانوا يجاهدون جهاد الفتح، وهذا من سنة الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين يقاتلون الكفار، هكذا يدافع الله سبحانه وتعالى يدفع الكفار بالمؤمنين، لكنهم نكلوا نكثوا وتراجعوا. سبحان الله، لن ندخل وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. زين أي وين الجهاد؟ وين الجهاد؟ يعني تخيل النبي عليه الصلاة والسلام لما في فتح مكة، لا رسول الله احنا داشين مكة لما هم يطلعون قريش مكة، وين الجهاد صار؟ وين مدافعة الكفار؟ حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. سويتوا هذه ما يبي لها شيء، هذه ما يبي لها أمر معروف أكيد بيطلعون تدخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. كما قلنا ليس الكل، طلع منهم اثنين تكلموا بالحق. قال رجلان من الذين يخافون الله سبحانه وتعالى ولهم مهابة عند قومهم، أنعم الله عليهم بالإيمان والحكمة وقول الحق، ادخل عليهم الباب. شوفوا لاحظوا ماذا قال، كما قال موسى، يعني ما ذكروا قضية قاتلوهم، ادخلوا عليهم الباب
فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. شوفوا شلون رب العالمين ينصر المؤمنين باتباع أوامره، كما قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر، يسمعون فيه طالع مسيرة شهر خافون، يولون مدبرين الكفار. لكن هذا متى؟ يكون لما يكون في إيمان صادق، في ثقة يقين بالله سبحانه وتعالى. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. شوفوا شلون أهمية العقيدة والتوحيد. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. شرط في الإيمان يكون في توكل على الله سبحانه وتعالى لا على غيره. وهذه هي القضية اللي ودنا نركز عليها، قضية اليقين. موسى عليه الصلاة والسلام أمرهم بشيء، وهذا الرجلان يؤكدان هذا الشيء: ادخلوا عليهم الباب. شوفوا اليقين، أهمية اليقين بالله سبحانه وتعالى، إن الله سبحانه وتعالى ينصر المؤمن الموقن. لكن مؤمن شاك ضعيف إيمان بعيد عليه النصر، هذا بعيد عليه النصر. يعني الناس حينما تقول ليش ما وين ما وين نصر؟ مسلمين يقتلون في فلسطين، يقتلون في الهند، يقتلون في كذا، يقتلون مهانون، احنا اضعف امه. شلون شلون القضيه في ايماننا يقيننا. يعني يذكر عنا واحد سال من الصحابه رضي الله تعالى عنهم: ليش الواحد يلبس عليه في الصلاه ما يلبس على الثانيين أديان الثانية؟ شك إحنا الركعة الثالثة الرابعة. قالوا: ما يفعل الشيطان بالبيت الخرب؟ بيت خربان هاي شو يسوي فيه؟ ها إنسان ما عنده إيمان شو يسوي فيه؟ إحنا عندنا مشكلة ضعف الإيمان، عندنا ضعف الإيمان، نحتاج نرجع إلى قوة اليقين بالله سبحانه وتعالى. مثل ما ذكرنا لما موسى عليه الصلاة والسلام مباشرة قال لقومه، أو لما قومه قال: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. مباشرة. ليش؟ عنده يقين. يا رسول الله، ما لو نظر أحدهم أسفل قدمي لرآنا. أبو بكر قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا أبو بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يقين. هل عندنا نحن هذا اليقين؟ لما الواحد يأخذ العسل وهو مريض عنده يقين من هذا من أسباب الشفاء، لما يقرأ الفاتحة على مكان موضع في بدنه يؤلمه عنده يقين أن هذا من أسباب الشفاء، ولا بس يلا جرب؟ هذا يقول لي قرأ الفاتحة، قرأ الفاتحة. هذا يقول لي سوي حجامة، يلا سوينا حجامة. وهذا يقول رقية، وهذا يقول يلا. هذا يقول شنو، قسط هندي، يلا شنو يقولون بسوي. ما ينتفعون الناس بالدواء، ما ينتفعون حتى في الطب. طيب، أمر ضروري أن الإنسان لما يأخذ هذه الأدوية يكون عنده اعتقاد صحيح. طبعا مش شافي أن هذه الأدوية هي الشافية، لكن الله سبحانه وتعالى هو الشافي. قضية نفسية مهمة. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا، شوفوا مرة ثانية، قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها. شوفوا، قالوا: يا موسى إنا، تأكيد، لن ندخلها حتى المستقبل. بعد أكدوا أبدا. ليش ليش ليش؟ لماذا كل هذا العتو والعناد والنكوص؟ نريد منكم الإقدام، أرض مباركة، مجرد أنك تقدم وتدخل لا تقاتل. لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. بعد: فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. هذول بني إسرائيل، هذول بني إسرائيل وصل فيهم الحد. يقولون لموسى عليه الصلاة والسلام: اذهب أنت. وين الأدب؟ وين الأدب؟ لاحظوا، يعني يا موسى، ما في يا رسول الله، يا نبي الله، يا كليم الله، يا موسى أنت، مو بس كذي، وربك، ورب موسى مو ربكم، ورب العالمين. ما في أدب، ما في أدب في الكلام مع نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. مسرحية هي، سينما. أعوذ بالله.
يعني على الأقل يعني يقولوا مثلا والله إن هؤلاء داعون، أنت تروح تقاتل إحنا ندعي لك الله يوفقك قاعدين. سبحان الله، وين حرقة القلب؟ وين المؤمنين كجسد واحد؟ ما في، تخلوا عن نبيهم، تخلوا عن الأرض المباركة. لما تأتي إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس، كيف استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام بموقف، يعني ما نقول مثل هذا الموقف أقل من هذا الموقف، لكن شوف ردة الفعل في غزوة بدر لما حصل شيء غير متوقع، طالعين يأخذون القافلة كان عليها أبو سفيان، طيب بدل ما كانت لقمة سائغة صار جيش كبير مجهز للقتال، وإحنا ما عندنا شيء، ما نواجههم إحنا كعدد وعتاد، ما نواجههم، إيش رأيكم؟ أبو بكر يلا نقاتل، عمر يلا نقاتل، بايعينها رضي الله تعالى عنه، ماتوا من الدنيا، هم طالعين من ديارهم وأموالهم، يبي يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام؟ يبي يسمع الأنصار، بتقاتلون ولا ما تقاتلون؟ يا استقصدنا اذهب نقاتل من أمامك ومن خلفك، لو بلغت فينا برك الغماد، ما نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقط، لا نقول اذهب أنت وربك فقط إن معكم مقاتلون، أو نقاتل يعني من خلفك ومن أمامك، أو كما قال رضي الله تعالى عنه سر النبي عليه الصلاة والسلام. عرفتوا ليش إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأصحاب وخير الأصحاب؟ لذلك كانوا خير الناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. اذهب فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال ربي لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. ما شو أسوي؟ أنا كل أملك أنا ويا أخوي، إحنا اللي نؤمن بك بس، هذول شو أسوي لهم؟ ما أقدر أسوي لهم شيء، أغصهم على القتال أو على الدخول ما أقدر. فعقبهم الله سبحانه وتعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، عقوبة أنهم لا يدخلونها وعقوبة أنهم يتيهون في الأرض، صاروا في التيه 40 سنة. فلا تأس على القوم الفاسقين، لا تضايق يا موسى عليه الصلاة والسلام، لا تتحسف، لا تتحسف على هذه المجموعة الفاسقة، وارتكبت كبيرة من الكبائر. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا استنفرتم فانفروا، هذا من الأمور الواجبة، إذا استنفر الأمير والقائد الناس للجهاد يجب عليهم أن يستجيبوا، هذول ما استجابوا فوقعوا في كبيرة من كبائر الذنوب. والعبرة هنا يعني يذكرون قضية مهمة جدا، يعني ما الحكمة 40 سنة؟ قالوا لأن عادة الجيل يتبدل بعد 40 سنة، 40 سنة عشان هذول المجموعة تروح، اللي يكبر يكبر واللي يموت يموت ويأتي جيل جديد نشأ على الطاعة والسمع. وفي هذه الفترة 40 سنة مات هارون عليه الصلاة والسلام، ثم مات موسى عليه الصلاة والسلام، ما دخل الأرض المقدسة عليه الصلاة والسلام، والذي قاد الجيش يوشع عليه الصلاة والسلام، الذي كان غلاما مع موسى في قصة موسى والخضر سورة الكهف، كبر يوشع وصار نبيا وقادهم وقاتل بهم فغلبهم، والقتال كان يوم الجمعة، ما تكون القتال كان يوم الجمعة، والسبت ممنوع فيه القتال على بني إسرائيل، يوم السبت، يوم السبت هذا يوم ما يجوز فيه القتال، ومتى يبدأ السبت؟ طبعا من الليلة، يوم الجمعة المغرب يبدأ، تبدأ ليلة السبت ممنوع القتال، فشد القتال واقتربت الشمس للغروب أو صار وقت قليلا، فماذا قال يوشع؟ أنت مأمورة وأنا مأمور، أنت مأمورة بالغروب وأنا مأمور بالقتال والهزيمة وهزيمة الجيش والعدو. قال اللهم احبسها علي، أوقف الله الزمن ليوشع عليه الصلاة والسلام. شوف اليقين، شوف اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، أنت مأمورة يعني في سنة كونية لهذه الشمس وأنا مأمور بالقتال، اللهم احبسها علي، فهزموهم بإذن الله. وما يذكر في هذا القصة لما هزمهم يوشع عليه الصلاة والسلام
كانت الغنائم محرمة عليهم بل على جميع الأمم قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما يجوز أنك تأخذ غنيمة. صار قتال، فاز المسلمون في غنيمة، شنو ماذا نفعل بالغنيمة؟ يجمعون الغنيمة في مكان فتنزل نار تحرق هذه الغنيمة، هذا دليل على قبول هذه الغنيمة. فجمعوا الغنيمة، انتظروا النار تنزل، ما نزلت النار. ليش؟ قال فيكم الغلول، يعني في أحد سرق من الغنيمة، هذه كبيرة من كبائر الذنوب في الأمم السابقة وكذلك في أمتنا. ما يجوز الأخذ من الغنيمة قبل توزيع القائد، لازم الواحد ينتظر القسمة الشرعية. فيكم الغلول، جمعهم، جمع الرؤساء القبائل، قيل 12 كل سبط ورئيسه، التصقت يد واحد منهم قال في قومك في رجالك الغلول، وين رجالك؟ تعال خلي يجيبوني. فالتصقت يد رجلان أو ثلاثة، أنتم اللي خديتوا وسرقتوا، فأخرجوا مثل رأس بقرة من ذهب، فلما وضعوا هذه الجواهر أو هذا الذهب في الغنيمة نزلت النار فأحرقت هذه الغنيمة. إذن يقول الله سبحانه وتعالى فإنا محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، ما يهتدون الطريق، يفترون يفترون يفترون، وين الطريق وين الطريق ما في، ومحرم عليهم يدخلون الأرض المقدسة. والسبب أنهم عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو موسى، وما أطاعوا وما يعني أحسنوا الأدب معه، وما اعتذروا بأدب ولا اعتذروا بشيء يعني حكيم أو مناسب أو عقلاني أبدا. فالمهم القصد من إيراد هذه القصة قضية اليقين اللي ذكرها الرجلان، ادخلوا ادخل، هذا اللي نحتاجه، قضية اليقين. يعني يذكر عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال إني لا أحمل هم الإجابة، قال أنا ما حاتي سالفة أن تجاب دعوتي، لكني أحمل هم السؤال، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني هذا واجبنا، أستجب لكم وعد من الله. فهل تحاتي الوعد من الله؟ لا، الله ما يخلف الميعاد. فعلينا أن شنو ندعو الله، يكون عندنا يقين أنه هو يستجيب سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهذا إحنا اللي إحنا نحتاجه، قضية اليقين. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا اليقين. جزاكم الله خيرا، صلى الله عليه وسلم.